السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإرادة البشرية، إرادة الإنسان ممكن تعمل المستحيل. عام 1947 اتحكم على أندي ديفرين بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل زوجته. أندي ديفرين كان بريء. أندي ديفرين كان محاسب بارع، دماغه متكلفة. بعد 19 سنة سجن استطاع أندي ديفرين الهروب من إصلاحية شاوشينج. استطاع أندي ديفرين أنه يحفر نفق في جدار خرساني بسمك 3 متر باستخدام شاكوش جيولوجي، وكسر ماسورة المجاري وسبح في مياه الصرف الصحي لمسافة 500 متر، وقدر يتحصل على أكثر من 350 ألف دولار من أموال مأمور السجن، مستفيدا من خبرته الكبيرة في مجال المحاسبة أثناء وجوده في السجن. رابط تنزيل الفيلم أسفل الفيديو.